وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الشيخ صلاح حيدر، رئيس صندوق الزكاة والصدقات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. بداية أهلا بك في نشرة أخبار الثالثة. وضمن المشاريع المتعددة التي ينفذها الصندوق، نرى أن مشروع سهم الغارمين ينال النصيب الأكبر من الاهتمام والميزانية المرصودة، فإلى ماذا يهدف هذا الاهتمام؟ بداية أشكركم جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة الجميلة لتوضيح بعض المشاريع التي يقوم بها صندوق الزكاة والصدقات، والتي من أبرزها مشروع سهم الغارمين، وهو المشروع الذي يهدف في حقيقة الأمر إلى دفع مديونيات من اتخذت بحقهم إجراءات تنفيذ بموجب أحكام قضائية وسندات تنفيذية ضمن مجموعة من المعايير والأحكام المرعية بناء على اشتراطات المشروع. وكما لا يخفى على الجميع أن هذه الفئة جعل الله لها نصيبا من الزكاة ضمن الفئات الثمانية التي ذكرها رب العالمين في كتابه الكريم، وهذه الفئة حقيقة تحتاج إلى مزيد عناية، حيث أن الاستقرار الأسري اختل لديها بنسبة كبيرة نظرا لعدم استطاعة العائل لها العمل أو كسب ما يسد حاجته وأهل بيته بسبب صدور الأحكام القضائية التنفيذية في حقه. فكان لزاما على صندوق الزكاة والصدقات أن يعطي أهمية كبيرة لهذه الفئة، كون أنها من الفئة التي ربما قليل من المؤسسات الخيرية تتفطن إلى مساعدتها ورفع الكربة عنها. فالصندوق جعل من أولويات أهدافه الاهتمام بهذه الشريحة ليشارك في ذلك مؤسسات المجتمع المدني في رفع الضرر ما استطاع إلى ذلك سبيلا عن هذه الفئة، كما يهدف الصندوق كذلك إلى منح المستفيد من المشروع فرصة أخرى وأملا جديدا لإعادة ترتيب أولويات رب الأسرة لتوفير الحياة الكريمة لنفسه وأسرته. نعم، وكيف تسير آلية الاستحقاق للمساعدة في هذه المشاريع بشكل عام؟ طبعا يحرص الصندوق دائما على وضع ضوابط ومعايير دقيقة لصرف هذه الأموال، حيث أنه عند إجراء أي بحث اجتماعي لأي فرد يتقدم بطلب الاستفادة من خدمات صندوق الزكاة والصدقات يتم التأكد من الدخل الكلي للفرد والأسرة والعائلة من رواتب أو معاشات تقاعدية أو عوائد استثمارية أو مساعدات من المؤسسات والجمعيات الخيرية الأخرى، بالإضافة إلى عدد أفراد الأسرة مشفوعة بكافة المستندات والوثائق الرسمية التي تثبت وضعه المادي والاجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصم جميع الالتزامات والمصروفات المتكررة، علما أن لكل مشروع من مشاريع الصندوق له بعض الاشتراطات الفرعية حسب نوع المساعدة، مثل مشروع تفريش كربة مثلا لأنهم يحتاجون إلى دعم ومساندة عاجلة، أو مثلا الأسر المتعففة التي تتطلب حالها إلى دعم شهري مادي إضافة إلى المشاريع الموسمية الأخرى. نعم. نعم شيخ صلاح، يعني يقدم صندوق الزكاة عدد من المشاريع المتنوعة، وبالتأكيد تحتاج هذه المشاريع إلى موارد مالية تغذيها، فما هي أهم مصادر التمويل لديكم؟ نعم، لله الحمد والمنة صندوق الزكاة والصدقات عمل على تنمية موارده، والذي يتم عن طريق تحصيل الأموال الزكاة والصدقات التي يستقبلها الصندوق من عدة مصادر. تشمل هذه المصادر المؤسسات المالية والبنوك والشركات والتجار والمحسنين، إلى جانب الوسائل الإلكترونية والحملات التسويقية. فصندوق الزكاة والصدقات لديه علاقات وثيقة مع مؤسسات المملكة الاقتصادية والمالية والبنوك والشركات، وكذلك التجار والمحسنين الذين وضعوا لله الحمد والمنة ثقتهم المشكورة في الصندوق لما يرونه من الأثر الواضح لهذا الدعم من خلال المشاريع المتعددة التي ينفذها الصندوق، والتي يتم إعلامهم بها وتوثيقها لهم عبر خطابات رسمية وتقارير دورية. ولعل أنه من المناسب أن تكون هذه مناسبة سانحة لتقديم كل الشكر والعرفان لهم عبر هذه المنصة الإعلامية الرائدة على دعمهم السنوي الكريم الذي ساهم بشكل بارز وكبير في هذه المسيرة المباركة، كما نؤكد كذلك أن الصندوق يحرص على تقوية الوسائل الإلكترونية للتبرعات وفق اشتراطات الجهات المعنية وإقامة الحملات التسويقية، سواء عن طريق وسائل الإعلام أو التواجد في المحافل والمراكز التجارية لتعريف الجمهور بأهداف الصندوق ومشاريعه. نعم. نعم الشيخ صلاح حيدر، رئيس صندوق الزكاة والصدقات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.